اتجوزت يا جدعان جاك، اتجوزت هي في الحته دي، والمترجمه بتاعتها 100 100 من الدنيا يا جدعان. باكتش مع بعض، هم جايين مع بعض، قال لك شطر عليك ما ناس طبق بين ميديا. اهلا وسهلا بحضراتكم، ومن هذا اللايف بوجي مارلي خلاص هيتجوز سينية من فريق تامر حسني والمترجمة بتاعتها كمان. وايه اللي بيحصل هنا؟ هتعمل ايه؟ انا بقى يا جدعان قلت لما اتجوز السينية دي بقى دلوقتي تمام، فاتجوزتها ايه؟ قالوا لي لازم تاخدها بالمترجمة بتاعتك. فانا الصراحة فرحان وحابب ان انا بقى ايه اتجوز واحدة سينية عشان اجرب بقى واسافر بقى ايه السين بره. يا جدعان بقى عارفين السين بقى وجمالها بقى هناك، عندهم بياكلوا السروشي، عارفين السروشي اللي هو وهترقص معاها في فريق تامر حسني؟ اه ده انا هرقص معاها. طب ورينا كده هتعملوا ايه كده؟ بصوا بقى نقول بقى ايه، شقايا وتعب اهو، شقايا وتعب اهو. انتوا شايفين مشاهدينا خلاص خطب سينية، خطب سينية من فريق تامر حسني وهيسافر السين. طب نحن طب نسألها بقى، نسألها عن وجودها في مصر هنا وعن خطوبتها من بوجي مارلي. كلميها عن خطوبتها من بوجي مارلي. هي فرحانه ان هي اتجوزتني. انا خلاص اتجوزت واحده صينيه، وكاتي كاتي كاتي انا اتجوزت واحده صينيه المره دي. وهتسافر معاها الصين؟ اه انا هسافر معاها الصين. انا وهتعلمك ازاي تطير زي محمد هنيدي في فيلم الصين العظيم. ايوه هتطير واقول هو فين العميل بقى خفاش اهوت. فهتخلينا نطير بقى فاهم انت يا جدعان. واحلى حاجه يا جدعان انا سبت بقى الامريكانيه وسبت التونسيه وسبت الكويتيه وسبت السعوديه وسبت المصريه وسبت الهنديه وسبت دخلت على الصينيه. الصينيه يا جدعان حاجه كويسه قوي. دي كمان من فريق تامر حسني يعني. اه انا عايزها هي بتلعب كونغ فو ولا بتعمل ايه؟ بتلعب كونغ فو وكاراتيه وحركات كام تعود. انا بقول لك اللي بيقعد تقول لي احنا هنعلمك حركات حركات. هي بتلعب كونغ فو. بتلعب كونغ فو ولا ايه؟ بقول لك ايه، استنى امال ايه النوك بتاعها؟ قول لهم بقى بص اسمع، بقول لك ايه بتحبني قد ايه؟ بص بقول لك ده هو ماي هارت. اي لاف يو اي لاف يو. بص معجبه بدقني خالص. معجبه بدقنه؟ هي معجبه بدقنه؟ ده حضرتك. طب اسالها ايه اللي عاجبه؟ ده وشك طيب ده ايه اللي عاجبك فيا؟ اه بصي لي مالها؟ هي دي اكتر واحده. حضرتك بتقول لك هي سابت رجاله العالم كله وخدتني انا عشان دقني، بتقول لك دقنه جميله خالص. اه وتامر هيسافر الصين معاكم؟ اه هي بتقول لك ممكن نفور لك الجنب ده وناخد لك شنطتين من الجنب ده هو وهنطلع جنب حاجه. انا عايز افهم يا مالها مستغربه ليه من خطوبتها من بوجي. حضرتك ده عايز واحده صينيه برضه. اه انت هتسافر الصين زيهم؟ ده هي معانا في الصين. طب يعني هو بص حضرتك بس في بقى مشكله، قال لك عشان تتجوز الصينيه هيسرد عليك هنا صينيه. عايز اقول لك بص يا جدعان الناس اللي تقعد تقول لك السين بيتكسر والسين مش عارف، والله الصينيه ما بتتكسرش. بصوا والله حرب قوي، السين ما بيتكسروش جامد. يمكن اما تسافر الصين هناك هتتعلم اللغه الصينيه هناك يا بوجي. واحلى حاجه بقى ان انا خدت المترجمه. بصوا المترجمه بتاعتها زي القمر يعني فاهم، انت الاثنين دول بقوا مرتطاتي. هو ايه؟ اه طب غني بقى الملح الحلال اهو اللي انت غنيتها بقى. انتوا الثلاثه بس بصوا بقى عليها بقى. زي ما انتم شايفين بعد خطوبته من فتاة السين من فريق تامر حسني بيعملوا ايه بقى النهارده؟ الصينيين كمان ازاي يرقصوا مصر. البلوجرات المصريه حيرت العالم كله وخلت العالم كله بقى بيرقص زينا. يعني البلوجرات الى اين بعد كده؟ وبعد خطوبته من فتاة السين فريق تامر حسني اللي موجود في مصر هنا، كلمني بقى عن بعد ما خطبت بقى الفتاة السينيه
بعد بقى ما خطبت، ايوه خلينا كده، بعد ما خطبت بقى الفتاه الصينيه من فريق تامر حسني، كلمني بقى هتعمل ايه في السين. انا عايز اقول لحضرتك انا مره مبسوط خالص بجد انبساطي، وان انا اتجوزت واحده صينيه ومعاها المساعده بتاعتها. تمام، احلى حاجه ان انت تاخد الصينيه بالمساعده بتاعتها. يعني يا باشا انت هتبقى ملك يا باشا، انت عارف انت والله ما عايز اعيط. انا غلبان، انا امي دايما كانت تدعي تقول لي يا ابني روح وتعالى بسرعه، بس مش عارف كمان خطوتي بطيئه كده هو، بس المره دي جايلها بقى بايه؟ جايلها بصينيه والمترجمه. صينيه ولا صينيه؟ يعني انت ماسك الصينيه ومعاك صينيه. تخيل لما تخش على امي، يا لا وهتعمل لكم ملوخيه وبطاطس ومرسقعه. بتحب المرسقعه؟ يا بنت بتحب المرسقعه؟ طب تمام هيعمل ايه في السين؟ ضمي بتعمل شويه مرسقعه مروض ولا بقى يا رهار ابيض. I love the falafel. She loves falafel. عايزه فول. دي بتبص ورا. انا قلت هي ده. بتحب الفول؟ فلافل. ده احنا كده كلميني عن وجودها، كلميني عن وجودها في مصر هنا، مبسوطه بخطوبه بودي وسعادتها في مصر هنا عامله ازاي؟ يعني يوم ما يتجوز واحد عامل زي الراجل. يعني يوم ما تتجوز واحد عامل زي الراجل. ايه ده بس عايز بس ما تقولهاش بقى لا تضربني انا. لا بس بقول لك ايه، عايز اقول لك مزه فكك بس من البيجامه اللي هي لابسها بس عشان لسه صاحي من النوم. فكك من البيجامه دي، انا لسه صاحي من النوم دي. لما بتلبس يا نهار ابيض، ياسمين صبري في نفسها، مي عز الدين، رفاق وهبي، حاجات كده جامده. مروز مروز المروز، يعني دي لما بتلبس وربنا هيرفقها بنفسها. وتمام هتعمل ايه معاه في السين؟ هيتجوز برضه صينيه ولا هيعمل ايه؟ هيخش معانا بقى في السين، هنجيب له واحده صينيه بس. ده بقى بيقولوا الصيني كمان زيكم. مين؟ تامر. تامر هياخد واحده صينيه. علمته الصينيين. يا تامر لو انت عايز واحده صينيه خد واحده صينيه واتكل على الله، وسيب لي الصينيه دي وسيب الدرجه بتاعتها دي. طب يلا بقى نور الصيني. يلا. بعد خطوبته طبعا مين؟ بعد خطوبته مين؟ فتاة صينية من فريق تامر حسني بودي مارلي بيعلن خطوبته في رمضان. في رمضان يا جماعة، يعني أثناء تواجده في إحدى الأماكن السياحية الموجودة في مصر، وكنا موجودين معاه أثناء ما هو بيتقدم لها. وزي ما أنتم شايفين خلاص هيظهر معاه بعد كده على طول، وهنشوف البلوجرات المصرية. لا أنا عايز رأس، أنا عايز رأس منهم، عايز رأس منهم. يلا غني لهم بقى هم بيوصلوا. يلا يا بوجي صوت بس، صوت يلا. زبلطة زبلطة كل حتة، عين جابت خمسة ستة، وانا هصور حتى ستة، كله راكب درجة أولى وانا راكب بسلنتة. قلت لي مين جيب مية وافتح انا قضية، قلت لي مين جيب مية. اسمع مني اقول لك يعني البلوجرات المصرية زي ما قلت لكم خيرت العالم كله، وبقوا يخلوا العالم كله بيغني زينا وبقى بيرقص زينا. طبعا مياه عمياه عمياه زي ما انتم شايفين، بعد خطوبته هو فرحان بخطوبته من فتاة السين من فريق تامر حسني اللي موجود في مصر هنا زي ما انتم شايفين. الناس كلها ملموم عليهم هنا، والناس كلها مبسوطة بخطوبة البلوجر بودي مارلي من فتاة السين فريق تامر حسني اللي موجود في مصر هنا زي ما انتم شايفين. خلاها خلاص بقى بترقص. الملك حلال اهو الملك حلال اهو. الناس كلها مبسوطه هنا بخطوبه بودي مارلي من فتاه السين اللي موجوده في مصر هنا من فريق تامر حسني. كنا معكم مشاهدينا من احدى الاماكن السياحيه في مصر، خطوبه بودي مارلي من فتاه السين، وحال السعاده للبلوجرات المصريه اللي موجوده في مصر. كنا معكم مشاهدينا، وكان معكم صانع ترندات مصر بوجي من قلب الحدث. الف مبروك يا بودي. يلا 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 الف مبروك يا بودي. الف
خرجوا على الصينية.